يشيع اليوم أهل محافظة شرقية جثمين شهداء الواجب العقيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 والنقيب أحمد الشبراوي والمجند أحمد علي نجمة. من المقرر أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بحضور المحافظ خالد سعيد وقيادة الجيش والشرطة وبمشاركة شعبية للتأكد على تكاتف كل فئة المجتمع إلى جانب الدولة في حربها ضد الإرهاب، وأن دماء الشهداء لن تضيع هباءً.